فيديو التقطته كاميرا مثبتة لمراقبة الحركة الجوية في أحد مطارات ولاية ميسوري الأمريكية أظهر سيارة تقطع مدرج المطار قبل ثوان قليلة من إقلاع طائرة تقل 50 راكبا. وعلى ما يبدو فإن قبطان الطائرة تفاجأ بالسيارة وهي تقطع المدرج، ما دفعه لاتخاذ قرار الارتفاع بالطائرة قبل الوصول للمسافة المقررة. كشفت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا عن احتمال قيام كائنات غريبة بزيارة المريخ قبل البشر بفترات طويلة. ونشر موقع سينات العلمي المتخصص تقريرا حول اكتشاف ناسا هوية الألواح المعدنية الغريبة المكتشفة حديثا في أحد أنهار المريخ. ورجح العلماء بعد تحليلها أنها قطعة من حطام سفينة فضاء غير معلوم مصدرها. يجتاز الفنان السوري نزار علي بدر مسافة 60 كيلو مترا سيرا على الأقدام، يبدأها من منزله في اللاذقية حتى يصل إلى شاطئ البحر، حيث يجمع الحصى التي استخدمها في نحو 25 ألف لوحة فنية.